مينا سمير، بشتغل باحث شركة إنتاج وثائقي. بالنسبة للانتخابات أكيد انتخبت حمدان صبوحي زي شباب كتير جدا، زي شباب شاركوا في الأحداث الثورية والأحداث السياسية في البلد بوجه عام. الاتنين اللي وصلوا ما شكلوش صدمة، ما كانش فيه بالنسبة لي أي صدمة ولا أي مفاجأة. يعني ناس استغلت الجهل والفقر وناس استغلت الخوف. أعتقد إن أنا هقاطع وبكده هخسر، أكيد هخسر، لأن الانتخابات هيبقى معترف بشرعيتها وأنا مش همارس حق الديمقراطي، بس في نفس الوقت هبقى ضميري مرتاح إن أنا مش مكتلتش طرف على حساب طرف، الاتنين أسوأ من بعض أصلا. فاللي هو كلاهما مر بالنسبة لي. لو في موجود مشروع سفر أكيد هيبقى مؤقت لحد ما الوضع يبقى أحسن، مش هروب قد ما هو فعلا مفيش بدائل، مفيش بدائل. يعني لو في مثلا، لو عايش لوحدي على فكرة عمري ما فكر في موضوع السفر، ولو عرفت أخلي أمي وأختي بس يسافروا وأنا أقعد ما عنديش أي مشكلة. بس ما قلت لك خايف يبقى فعلا ده الحل الوحيد.